قالت مصادر الأون لايف إنه تم تعيين 5 محافظين جدد هم اللواء محمد أزملوط للوادي الجديد والدكتور محمد سلطان محافظا للأسكندرية والدكتور نادية عبده محافظا للبحيرة واللواء أحمد الشعراوي محافظا للدقهلية واللواء محمود العشماوي محافظا للقليوبية. هذا ويؤدي المحافظون الجدد و9 وزراء جدد بحكومة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام رئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.